تكاثرت الأسئلة تسأل عن نقل عن فضيلتكم أنكم تقولون إذا وقع الرجل المسلم في الشرك وعبادة القبور فيعذر بالجهل حتى تقام عليه الحجة. وين قلت هذا؟ فيه يجيب لي نص الكلام اللي أنا قايل أو بصوتي، إنسان مكتوب يجيبه مكتوب، إنسان هو بتسجيل يجيبه بصوتي. أما أنه ينسب إلى الشخص مجرد نسبة، اليوم الكذب فاشي بالناس، وكل من يريد شيء ينسبه إلى فلان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يجيب لي الكلام هذا بصوتي إن كان مسجل، ولا يجيبه لي مكتوب إن كان بخطي أنا بتوقيعي، يمكن بعد يكتبه واحد يقول هذا قوله له. نعم.